حصتنا اليوم من انتاج ضيوفنا ايضا كان مختار دبوس احمد الصالحي وايضا رضا بولاير. مرحبا بكم الناس الكل. باش نحكيو هون في الحصه نتاعنا اليوم. البارح فيديو انتشر برشا في مواقع التواصل الاجتماعي وعمل بوليميك على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبه مقابله المنتخب التونسي ومنتخب مصر الاواسط الدور نهائي الكاس افريقيا. مدرب المنتخب المصري في الوقت المستقطع الاخير فيديو استفز وخطاب استفز شوية التوينس. نسمعوه شنو قال وبعد نرجعو نعلقو في البلاتو. بارتاج على الفيسبوك القصدير حتى في مصر صارت بوليميك ولات بين تونس ومصر. أنا عكسك تماما، لا أرى في هذا الخطاب أي استفزاز، هو مجرد تحفيز من مدرب لملاعبيته، لم يقل أي شيء يسيء لتونس ولم يقل أي شيء يسيء للمنتخب. قال نسيسوهم قال نسيسوهم وهذا واقع قدام جمهورهم، كانت فما فوارق كبيرة مش تطيح شوية. لا لا هو واقع، معناته هو إسلام. خلنا نسبه لأشياء، هو المنتخب التونسي الأوسط لكرة اليد أول مرة يشارك في كاس أفريقيا وتمكن من التأهل لكاس العالم، وهذا إنجاز في حد ذاته. الفوارق كانت كبيرة على المستوى الفني. أول مرة المنتخب التونسي الأوسط، واسمع حتى التصريح نتاع المدرب نتاعه. يعني شوف المنتخب التونسي الأوسط في كرة اليد أول مرة يشارك في نهائي، معناتها يلعب نهائي. لا في بالي مش صحيح المعلومة. زيد ثبت المعلومات. لا مستحيل. أنا سمعت تصريح المدرب. بلاد كرة يد. أنا سمعت تصريح المدرب نتاعه، المدرب يحكي مدرب منتخب التونسي الأوسط. هو بصراحة الفرق كان كبير بين زوز منتخبات. المنتخب المصري كان أقوى فنيا وعلى المستوى الفردي وكل شيء واستحق الفوز بالبطولة، لكن كلام المدرب اسمع الكلام في الآخر شنو قال. يعني قال نمشيو نحيوا الملاعبيه ونحيوا الجمهور، وهو معناتها طلب من الملاعبيه انا ما ينزلوش على المنتخب باش تكون نتيجة اعرض. يعني لا أرى يعني شو لا أرى يعني انا نسوم لا أرى اي استفزاز ولا أرى اي معناتها اذا يلزمك تربح 100 بوان دافونس 100 بوان ديكار تربح 100 بوان ديكار. قلنا راهو التصريح اللغه هذه مش معقوله يا كابتن. لا مش معقوله، انا اقوى منك يا خويا الراعي لك شهور. نجي للملاعبين نقول لهم ساعدوهم شويه هذا كلام. هذا مشكل لحظه، في استنقاص اذا ممكن تكون بيان سور سواء في الفوتبول سواء في الهاندبول تربح 100 بوان ديكار تربح 100 بوان ديكار. ما نجيش للاعبيه نتاعي نقول لهم ربي ساعدوهم شويه وعيب عليكم نقصوا شويه يعملوا لنا في زوم. هو يا اخي باهي كلام هذا، هو تصريح وما قالوش في ميكرو في ديريكت في التلفزه جاو سالوه هو هذا معناتها الديسكور كيما صار مع فوزي البنزرتي. انا خويا أيوة ماهوش ذنبي، لا لا مش ذنبي، لا لا خلينا نكونوا واقعيين زاد كل واحد نعطيه حقه. السيد هذا ما جاش في خطاب رسمي وفي ميكرو في اللايف وحكى هذا حكى في ديسكور في ديسكور بينهم لعبيته في الوقت المستقطع. اسمعني لا مروان انا زادك الوطنيه الزايفه، احنا نوليو وطنيين. لا لا فما عندنا الوطنيه الزايفه في تونس. الوطنيه راهي سلوك قبل ما تجي واحد يحكي لنا شنو نقوموا ناس الكل نوليو وطنيين. انت اونترنور فهمني مني، انت اونترنور وتحكي مع لعبيتك خذيت وقت مستقطع وتحكي مع لعبيتك جيت تقول لهم نقصوا شويه ساعدوهم. اي لما جيتش انا قدام العام اللي احنا عارفش معنا ولا واش معنا اسمع نقصوا واش معنا ديسكور بيني وين انا ملعبيتي بيني وبين ملعبيتي تقول ملعبي هكا اش معنا تقول لهم عادي انا مدرب. لا سامحني خلينا نسمعوا مروان. انا نحب نتسائل برشا، احنا صحيح غيورين على بلادنا وصح عليهم عطاهم الوقت المصاري غيورين هذه دقيقه خلينا نكمل ما نقصش عليا اليوم صح عليهم خاطر كي نرجعوا 2004 2005 وجينيراسيون تاع عصام خويا وحمام وكل. اليوم شنو حوايركم اليوم كمسؤولين اللي شادين كرة اليد في الجامعة التونسية؟ اليوم شوف مصر النيفو نتاعهم من حقه يدلوا كما يحب هو. ريت الاستفزاز يا أحمد، أنا مش تقول لي ماهيش استفزاز، همش نقول لك علاش أحمد، خاطر الحكاية هذيا كان جيت أنت. لا همش بسبك أحمد، كان جيت أنت ماكش تستفز فينا، يتحكي في الفستير هذا، يتحكيش خاطر هو عارف. ما يدخلوش لا 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 عارف يا أخي سامحني، يا أخي هو ما يعرفش الميكرو باش يجي ويتحط. أول فرق كبر في السكور، أنا نقول لا 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 صح عليهم اليوم يا مسؤولين نتاع كرة اليد.
هاكم تراوي اليوم المسار وشنو يحكيوا علينا وكيفاش يرفعوا معناتها يقول لك ما تعطيهمش 10 بوان ديكار وكل شيء هذا الكل من الكرة اليد نتاع تونس كيفاش وليت اليوم في تونس وهذا هو ولي قدرنا قدام المسار مي بيان سور معناتها اليوم فيقوا يا مسؤولين راهي حشومه نحن راهي كرة اليد انا عندي انا من احسن معناتها من احسن منتخب اللي خلقته الجيل 2004 2005 اليوم هذا الكل يمشي معناتها يمشي حرام شنو نحكيه اليوم رانا معنا من احسن الملاعبين في كره اليد مصر 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 امك اليوم معكم تتفرجوا اليوم مصر مصر ليه خدمت على روحهم ومن حقهم خويا يستفزوا ما يستفزوش ما ذي حقهم خاطر علاش عبيت خدمه اليوم مصر متصنفه من احسن خمسه سته في العالم احنا رينا استفزاز خاطر سمعنا الديسكور خاطر سمعناه الديسكور هذا السيد ما جاش استفز ملاعبين تونس في البالي ولا جاء في التلفزه الوطنيه قال اسمع راني قلت لهم بربي سيسوا عليهم هذا الديسكور بينه يقولوه المدربين كله هو الخطأ وين في صلاح خلي يفتش ولا يعمل اللي يحب هو ما أنا حاجة بركة اللوم عليها المسؤولين اللي في جامعة كرة اليد اللي خلينا كرة اليد متين حشومة احنا كنا ملعبنا حتى في الأفريقرا شنو الفضايح خلي يسفزوا ما دام عطاهم الوقت ما يخلي العباد تاكل كف وتفيق على روحها اليوم المسؤولين لشهاده كره اليد التونسيه اللي هي من كانت من احسن لعبه في معناتها كما انا مصنف عندي انا الاولانيه في تونس باهي يا مختار نسمع رايك انا بالنسبه لي انا هو مدرب تعيس تعيس بيهتم معنا الكلمه راني باش نقول لك انت عندك 120 مليون نسمه مختار من مصطلحات هذه لا تعيس مش خاطر مش تونسي لا لا تعيس مش كمل خلينا نكمل هو تعيس الكوب باش ياخذوا بعشره هما هو عنده 120 مليون نسمه ونحن رانا العشر نتاعو معناها انا كان جا عندي 120 مليون نسمه راه عطيتك سكور ب 100 هذه حاجه الاولى حاجه ثانيه ما نتصورش كان فما ممرنين في الاوروب يا سلام في الـ في الـ في الـ في اللي كاتيجوري هذيا باش يكلموا جواراتهم ويقولوا لهم سيسوا عليهم استحقيت باش تعطيها 100 تيمي قدام جمهور وما تقولوش الحكايه هذه حاجه الاولى حاجه ثانيه تحب نحكيك الوطنيه واحسبها وطنيه ولا شعبويه ولا غيره اذا كان الفيديو هذا يتسرب انا هذا ما يخرجش من تونس الا ما تم مسالته علاش نو؟ سألته علاش اش قدام جمهورهم؟ ما نحكيش على الجوارات انا نحكي حتى على جمهور قدام جمهورهم يخويا ماكش انت اليوم باش تحمي نحن عندنا مسؤولين كرة يد لازم يتحاسبوا زاده على الفضيحه اللي صارت وهو زاده احتراما لتونس اللي ضيفته جمعه ولا 10 ايام وكلام خيرها ما يتكلمش كلام ما عملناش عليهم زيه انا بالنسبه لي نحن عملنا عليهم زيه ونحن من فما مدرب تصور الحكايه هذه مدرب تونسي عاطي 10 لمصر في مصر في القاهره غادي ويخرج يقول الديسكور هذا لما مصر لما تطلع نحن مثالش كما قال مروان اذا كان مسؤولين هذا يرجع اللي نحن متاخرين في كره اليد عندنا 10 سنين توا عامل التالي الترجي قادم مسيطر على بطولتها وكتب جمعيه واحده ما عادش فما كونكورون ما بين احنا لاعبين فينال وترشح كاس العالم فينال ما عندك شكون شكون عندك شو في فينال شو مصر شنو تاخرين كاتيجوري الكل تونس مصر شنو عندك في السنوات اللي بخير منا وكاو لا متاخرين ما عادش فما ديربي كبير ما عادش فما الاتوال ما عادش فما الجمعيات الكبار نتاع الهوند هذيك هي الفاتورة لازم كده سير نمار ما عندكش فما عنا في اللونيفو ما عادش فما كاليتي زادة في الملاعبين أنا اللي حبيت أقول سيد أحمد ما نقري حتى ولو في الوقت المستقطع اللي خذيته شوية احترام حتى ملاعبيتك أنا كان جيت جوار نقول عجب لو انا رابح دي بون ديكار يجيني لونترينر يقول لي نقص شويه وخفف شويه طلع لي شراء احمد سامحني يا تاج ما تقولش قلت لك انا ملاعبي ونسمع لونترينر نتاعي يقول لي الكلام هذا تو معقول هكا امور وشانه هو يا ولدي نحكي لك على لونترينر هذا هو المدرب بلا امور وبلا رميق يا سيري كيفاش استفز التوانسه هو اللي هو يحكي بينه مع ملاعبيه استفز فما فكان تاع مدرب علاش قلت لك استفزاز ما يهمنيش انا قلت لك انا اللي يهمني الحاسب على كلامه انا قلت لك صح عليهم صح عليهم والجمهور مش مبعد انت يا احمد ما استفزكش انت انا ما استفزنيش ما انا نحيو لك الجنسي والله الجنسي ما مربوطه باني انا نحيو لك لا احمد استفزني احمد حتى ربحني 10 استفزني احنا ياسر زيد وبيع الوطنيه الوطنيه راهي سلوك الوطنيه ماهوش ناس معانا اونترنيو تعطينا دروس انت توا تعطينا دروس وقوم انا نتقذف وطنيه واسائل بلاد يا سيد احمد شوفوا تعطينا دروس انت قال امشي مانيش نعطيك دروس وطنيه هذا رايك هذا رايك السيد هذا جاء في التلفزه حكاه انا سمعناه اي جاب مشى استفز الجمهور مشى استفز لاعبيه المنتخب انا سمعناه مدرب المنتخب سمعت وهذاك فيه لحظه انتيم بينه وبين لاعبيته تسرب الصوت كما صار الفوزي البنزرتي وقتها يعطي في التعليمات في سيورانتين خرجت الله غالب نجيو احنا معناتها انا نشيطنوا لاعبيه حاب تقول ما بنكمل معك انت يا شوف بركه حتى كان جات معناتها كيما نقولوا حب ما يعطيش اكثر سكور للمنتخب كان ينجم يخرج حتى ليكيب تيب ما غير ما يقول لهم خاطر علاش قلت لك انا راه استفزاز اكثر
يا احمد انا قلت لك صح عليا عطى الوقت ما كان رانا تواسع ونغيروا على مريول المنتخب نتاعنا وماذا بيا اين يعطيني 20 خلي العباد تفيق على رواحها بالعكس انا يزيد يوريني المشاكل اللي قاعده صايره في المنتخب انا ما حشتيش به انا ما حشتيش مدار اليوم ميكرو اسمعني ديما في الوقت ديما في الوقت المستقطع فما الميكرو تجيبه باش هو نوترونور دار استفز فيها يعني قول لك انا خاطر اسمعني الماتش ما تموش تلفزي الماتش تعدى على اليوتيوب ولا على اليوتيوب اخي تعدى شو ما كل شيء يوصل يا احمد ليه صح عليهم عطاهم الوقت انا حاجه بركه تفرجوا المسؤولين تاع الجامعه كره اليد التونسيه راك شفت صغير فينا في كره اليد وكاو فقط احمد خلينا نتفاعلوا حتى مع السادة المستمعين والتعليقات فان محمد الشيب يقول لك سيد احمد قل له احنا اصيل النملي على شطحه وترجي رابحة الاهلي والزمالك اللاعب قامت عليه القيامه في مصر هي عادي باش قيمه عليهم قيمه هذيك امورهم انا نحكي راهو نشوف في حاجه صارت قدامي لا 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 الحارس ما عنده الحق يفرح يفرح على روحه لا لا انا مانيش انا ما نحكيش على اصيل النملي واللي عملوا هذيك هذيك يناقش اما نحكي على انترنور جاي يحكي مع لعبيته تسرب سمعنا احنا الديسكور نتاعو انا ما قولها قولها انت شقال للعبيه قال مسيسوا عليهم وبعدين براو يعني. حي وجمهور يعني عندنا الناس بتضحك هما اقوى منا وخير منا سيور تارا وغفصونا لعب مبروك ما قلناش انا شو اذا كان الادفرسير خير مني زاد على غربي زمن نستعرف اذا هو اما هو سيد المدرب خلينا نكونوا برس بالله لا نتجنوا على العباد راهو الوطنيه الزائفه اللي احنا شاك فوا نوليو وطنيين كان في حكايه معينه وقتها تهبط علينا الوطنيه السيد ما جاش في تلفزه ولا في ميكرو اوفيسيال والا في تصريح قلل من شان تونس ولا من قلل من شان المنتخب هذا في لحظه بينه وبين ملعبيته في 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 واحد في وقت مستقطع وقت اللي تفقد والله مش نقول بصراحه هاني سيدي كنت نتفرج فيه ويلعب وقت اللي تفقد جوار كيما عصام تاج مش خاطر مروان بجنبي اكل جرينتا وجواريات كانوا موجودين في النادي الافريقي وقت اللي مركي بونت وتقول كسب فيلا ها وقت اللي كسبها صح عليه يجي يتكلم على روحه في تونس ويعمل وياخذ طياره ويروح ويروح للكوب دافريك صح عليه وكاو ذاك شنو نقول باهي يعطيكم الصحه نمشيو فاصل قصير موزيكا بعد شويه باش نحكيو على الشامبيونز ليغ الافريقيه باش نحكيو او الاوروبيه عفوا بشكلها جديد تبدا اليوم المقابلات باش تشاهدوها ثلاثه واربع وخميس نبداو نمشيو موزيكا وبعد نرجعو نكملو الجزء الاخير من الحصه نتاعنا اليوم.